واحد بيقول سؤالي هو ما معنى الإكليروس وما معنى الأراخنة؟ الإكليروس يعني الناس بتوع ربنا اللي هم من أول شماس لغاية بابا كله إكليروس. الشماس إكليروس والأسيس إكليروس والأسقف إكليروس والمطران إكليروس إلى آخره. والأرخنة يعني رؤساء الشعب. كلمة أرخن أصلها يعني رئيس. اللي هم الرؤساء اللي لهم اعتبار، احنا بنقولها على الرؤساء اللي لهم اعتبار في الكنيسة. مش اي رؤساء مدنيين نقول عليهم أرخنة، لا، اللي لهم اعتبار في الكنيسة. وبعدين طلع الصلاة من